شعبة الخضروات والفاكهة، لولا المشروعات والصوب الزراعية لارتفعت الأسعار بشكل أكبر. قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سعر كيلو البصل بالجملة حالياً ما بين 18 إلى 20 جنيهاً، وكيلو التجزئة 26 جنيهاً تقريباً. وأوضح خلال لقاء خاص ببرنامج تحت الشمس تقديم الإعلامي أحمد سالم والمذاع على قناة الشمس مساء الخميس أن قرار حظر تصدير البصل لم يطبق حتى الآن، وفور تطبيقه سيكون هناك إتاحة للمنتج بالأسواق بشكل أكبر، وبالتالي انخفاض سعره، مشددا على أن المؤشرات داخل السوق الجملة تنعكس من خلال زيادة المعروض أو انخفاضه. فيما أرجع أسباب ارتفاع أسعار الطماطم إلى زيادة درجة الحرارة التي أضافت إنتاجية بالإضافة إلى تلف في بعض المحاصيل الطماطم بالعروة السابقة نتيجة الحرارة غير المسبوقة، من هو أنه لولا مشروعات الصوب والزراعة في بني سويف والمنيا والفيوم والتوسعات الأفقية والرأسية لزادت الأسعار الخاصة بالمحاصيل أكثر مما هي عليه الآن. وأشار إلى ضرورة وجود منتجات بديلة والتصنيع الزراعي مثل الخضروات المجمدة والمجففة واللجوء إلى الصلصة والعصائر والمربى من أجل وضع آلية لا تزيد الأسواق المصرية لاتزان الأسواق المصرية. ولفت إلى أن هناك فجوة بين انتهاء العروة الصيفية والشتوية والتي تمتد إلى 20 يوماً، موضحاً أن هناك مؤشرات لانخفاض الطماطم بسبب المحاصيل الجديدة، وبالتالي زادت الكمية المعروضة، ومن ثم انعكس ذلك على اتزان الأسواق ثم إثبات وتلي ذلك انخفاض في الأسعار.